عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، ومرحبا بكم في الحلقة 46 من تطبيق اللغة الفرنسية، تكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن في هذا الدرس سنحاول أن نعطي أوامر، أي أنتم ستحاولون أن تساعدوني لنعطي أوامر. مثلا نريد أن نقول مثلا انهض، levez-vous، أي انهض. Monsieur Karim. أعطينا أمر، قلنا انهض يا سيد كريم. Levez-vous, monsieur Karim. أو Levez-vous, madame Nancy. انهضي يا سيدة نانسي. Levez-vous. مثلا اجلس. Asseyez-vous. اجلس. قلنا انهض levez-vous، اجلس asseyez-vous. مدام نانسي مثلا، اجلسي يا سيدة نانسي. asseyez-vous مدام نانسي، اجلسي يا سيدة نانسي. قلنا levez-vous asseyez-vous، اي انهض او اجلس. هنا levez-vous رغم أن ترجمتها الحرفية هي انهضوا، ولكن في اللغة الفرنسية يستعملون vous، levez-vous asseyez-vous، ليخاطبوا فرد واحد في بعض الأحيان كأسلوب للأدب، expression de politesse. تكلمنا عن انهض، اجلس. الآن سنتكلم عن ابقى. ابقى في مقعدك، أي restez. Assis monsieur Karim. Restez assis, monsieur Karim. Restez, ابقى في مقعدك monsieur، اي سيد كريم. Monsieur. لا نقول monsieur، لا نقرأها monsieur، نقول monsieur Karim. Restez assis, monsieur Karim. Restez assis, madame Nancy. Restez assis, mademoiselle Nancy. مثلا إذا كانت غير متزوجة، mademoiselle آنسة، madame سيدة أي متزوجة، والسيد للرجل عموما. إذن تكلمنا عن levez-vous asseyez-vous restez assis، ابقى جالسا. يمكن أن تقول asseyez-vous وتقول restez assis. الآن سنتكلم عن خذ وقتك مثلا، لا تتسرع. Prenez votre temps. خذ وقتك، لا تتسرع. Prenez votre temps، خذ وقتك لا تتسرع. إذن Prenez votre temps. خذ وقتك. Prenez votre temps، أي لا تتسرع، يعني خذ وقتك في عملك أو في التفكير في شيء ما مثلا لتقوله. إذا أردنا أن نقول مثلا انتظر لحظة، سنقول attendez un moment. انتظر لحظة، أو انتظر قليلا. انتظر لحظة أو انتظر قليلا. الآن سأمر إلى طريقة أخرى للأمر، طريقة أخرى للأمر، وهي tu es
trop paresseux. Tu es trop paresseux. أنت كسول مثلا أنت كسول بشكل كبير مثلا أنت كسول بشكل كبير ولكن الأمر هنا هو ne soyez pas si paresseux ولكن الأمر هنا ne sois pas si paresseux ne sois pas si paresseux إذن tu es trop paresseux ne sois pas si paresseux ne sois pas si paresseux هو الأمر لا تكون كسولا للغاية إذن أنت كسول بشكل كبير مثلا وفي اللهجة المصرية يقولون أنت كسول بشكل يعني كثيرا ولكن نحن نقول أنت كسول بشكل كبير ne sois pas لا تكون si paresseux أي كسولا للغاية paresseux كسول قلنا tu es trop paresseux أو ne sois pas paresseux أو soyez paresseux كن كسولا soyez paresseux كن كسولا إذن tu es c'est la conjugaison du verbe être au présent وتعني أنت trop أي كثيرا trop كثيرا paresseux كسول إذن tu es trop paresseux ne sois pas si paresseux الآن سنمر إلى أنت تنام طويلا tu dors trop مشاهدين الكرام من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر وقد ذكرت فيها مثلا tu dors أي تصريف الفعل dormir au présent لقد شرحت الدروس بشكل دقيق وبسيط ومن أراد مشاهدة هذا البرنامج فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق إذن tu dors trop longtemps أنت تنام طويلا هناك من ينام طويلا وهناك أيضا من ينهض باكرا يمكن أن تكتب الساعة والبلد اكتب الوقت الذي تنهض فيه إذن قلنا tu dors trop longtemps ne dors pas si longtemps tu dors trop longtemps tu dors أنت تنام إذا أردت أن تقول لشخص ما أنت تنام تقول tu dors وإذا أردت أن أقول أنا أنام أقول je dors وإذا أردت أن أقول هو ينام أقول il dort trop كثيرا longtemps طويلا يعني طويل بشكل كبير نكتب فقط طويلا longtemps long يعني طويل temps الوقت أي وقت طويل longtemps وقت طويل tu dors trop longtemps أنت تنام طويلا أو وقت طويل جدا تعني جدا أو كثيرا أو أكثر من اللازم والأمر هنا عندما نريد أن نعطي الأمر لغدا نقول ne dors pas si longtemps ne dors pas si longtemps أي لا تنم طويلا لا تنم طويلا tu dors trop longtemps ne dors pas si longtemps إذا ne dors pas ne dors pas لا تنم ne dors pas لا تنم تعطيه الأمر si longtemps طويلا إذا قلنا ne sois pas si paresseux لا تكون كسولا ne dors pas si longtemps لا تنم طويلا إذا الآن سنمر إلى tu viens trop tard أي متأخر trop tard متأخر مثلا متأخر tu viens je viens آتي tu viens تأتي il vient يأتي وهو le verbe venir au présent إذن tu viens
trop tard, تأتي في وقت متأخر أو إنك تأتي في وقت متأخر. ولكن الأمر هنا ne vient pas si tard. Ne vient pas si tard. Tu viens trop tard. إنك تأتي في وقت متأخر. Ne vient pas si tard. لا تتأخر بهذا الشكل. إذن tu viens trop tard, ne viens pas si tard. Tu viens trop tard, ne viens pas si tard. إنك تأتي في وقت متأخر, لا تتأخر بهذا الشكل. Ne pas. تعني لا. Viens. تأتي. Si tard, متأخر. أي لا تأتي متأخر. ولكن ترجمة المعنى نقول لا تتأخر بهذا الشكل. Ne viens pas, c'est tard. Ne viens pas, c'est tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. بعد هذه الجملة سأحاول أن تشاركوني. سنشترك جميعا في إنتاج الكلمات أو الجمل, وأيضا سنحاول أن نتكلم جميعا باللغة الفرنسية. بعد هذه الجملة. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris. Tu ris. إنك تضحك بصوت عال. Trop fort. بصوت عال. يعني trop تعني أكثر من اللازم. أكثر من اللازم. يعني تكلمنا عن paresseux. Trop paresseux, أي كسول للغاية أو أكثر من اللازم. Trop tard, أي متأخر أكثر من اللازم. Tu dors trop longtemps, أي تنام أكثر من اللازم. طويلا أكثر من اللازم. إذن هنا tu ris trop fort. إنك تضحك بصوت عال أكثر من اللازم مثلا. Tu ris trop fort. إنك تضحك بصوت عال. Ne ris pas si fort, la tadhak bisautin alin. La tadhak bisautin alin. Tu ris trop fort, innaka tadhaku bisautin alin. Ne ris pas si fort, la tadhak bisautin alin. Idan l'amr la tadhak bisautin alin. L'an sa'urakibu ana wa antum l'jumal. Matalan, sanakoul, innaka tatakallam. أو أنت تتكلم. إذا أردت أن أقول أنا أتكلم أقول je parle. أنت تتكلم سنقول مثلا ضع pause واكتب في التعليق أنت تتكلم ماذا سنقول. إذا ضع pause وأنا سأكمل الدرس سنقول tu parles. إذا tu parles بصوت منخفض. صوت La voix, منخفض, doucement. إذن سنقول, tu parles doucement. تتكلم بصوت منخفض. Tu parles doucement. ولكن trop doucement, أي بشكل منخفض للغاية. أو أكثر من اللازم. Tu parles trop doucement. إذن tu parles trop doucement. اكتبوا في التعليق إذا أردنا أن نعطيه أمر مثلا بنوبا ضع بوز واكتب ماذا يمكننا أن نقول له إذا أردنا أن نقول له لا تتكلم بهذا الشكل أو هكذا مثلا tu parles trop doucement أنك تتكلم بصوت منخفض لا تتكلم هكذا أو لا تتكلم بشكل منخفض إذا ضعوا بوز واكتبوا في التعليق وأنا سأكمل الدرس سأكتب الجملة Ne parle pas si doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Innaka tatakallamu bisawtin munkhafid. Tu parles trop doucement. Innaka tatakallamu bisawtin munkhafid. Ne parle pas si doucement. لا تتكلم بصوت منخفض أو لا تتكلم هكذا
ne parle pas si doucement. لا تتكلم بصوت منخفض أو لا تتكلم هكذا. مثلا إذا أردنا أن نقول تشرب كثيرا, أنت تشرب كثيرا. إذا أردت أن أقول أنا أشرب كثيرا فسأقول je bois trop, je bois trop. ولكن إذا أردت أن أقول أنت تشرب كثيرا يمكنكم أن تضعوا بوز وتكتبوا أيضا في التعليق أنت تشرب كثيرا باللغة الفرنسية وأنا سأكتب الآن tu bois trop, ne bois donc pas autant. مثلا ne bois donc pas autant. autant هي هكذا أو بهذا القدر. إذن tu bois trop, إنك تشرب كثيرا. ne bois donc pas autant, لا تشرب بهذا القدر. tu bois trop, إنك تشرب كثيرا. ne bois donc pas autant, لا تشرب بهذا القدر. إذن ne pas, ne pas تعني لا. bois, bois c'est la conjugaison du verbe boire au présent. je bois, tu bois, il boit. ashrabu, tashrabu, yashrabu. donc إذن autant مثل هذا أو كهذا. وهنا قلنا بهذا القدر لكي يتضح المعنى. tu bois trop, ne bois pas donc autant, أو ne bois donc pas autant. مثلا سننصح المدخنين, سنقول لهم مثلا إنك تدخن كثيرا, إنك تدخن كثيرا. مثلا لا تدخن كثيرا كأمر. tu fumes, tu fumes trop, ne fume donc pas autant. tu fumes trop, tu fumes trop. si le verbe fumer أي يدخن, tu fumes, تدخن. je fume, أدخن. tu fumes, تدخن. والتدخين يضر بالصحة, التدخين يضر بالصحة. المرجو من استطاع الإقلاع عن التدخين أن يقلع عنه. إذن tu fumes trop, إنك تدخن كثيرا. ne fume donc pas autant, أو ne fume pas, ne fume pas, لا تدخن. ne fume pas donc autant, أو ne fume donc pas autant, لا تدخن بهذا الشكل, لا تدخن كثيرا مثلا. إذن كأمر لا تدخن كثيرا. ne fume donc pas autant, ne fume donc pas autant, لا تدخن كثيرا. سننصح الأشخاص الذين يعملون أكثر من اللازم, أي يجهدون أنفسهم أكثر من اللازم. سنقول tu travailles trop, ne travaille donc pas autant. tu travailles trop, ne travaille donc pas autant. tu travailles, إنك تعمل, trop كثيرا. ne travaille donc, لا تعمل كثيرا. ne travaille pas, لا تعمل. ne travaille donc pas, لا تعمل إذن autant بهذا القدر أو كثيرا. autant بهذا القدر, بهذا الشكل, مثل هذا الشكل. إذن tu travailles trop, ne travaille donc pas autant, إنك تعمل كثيرا, لا تعمل كثيرا. والأمر ne travaille donc pas autant, ne travaille pas. tu travailles, إذا أردت أن أقول je travaille, أنا أعمل. tu travailles, أنت تعمل. il travaille, هو يعمل. nous travaillons, نحن نعمل. vous travaillez, أنتم تعملون. ils travaillent, هم يعملون. إذن هنا نتعلم الجملة الإخبارية وبعد ذلك نتعلم الأمرية. مثلا nous travaillons donc pas autant, tu travailles trop, يعني الإخبارية, وبعد ذلك الجملة الأمرية. الجملة الأخيرة
مثلا من يقود بسرعة نقول له tu conduis trop vite اي انك تقود بسرعة تقود السيارة او الشاحنة conduit يقود tu conduis تقود trop vite بسرعة اكثر من اللازم ne conduit donc pas si vite ne conduit pas si vite لا تقود بسرعة أكثر من اللازم ne conduit pas si vite ونصيحتي لمن يقود سيارة أو شاحنة أو أرجوك لا تجعل حياة الآخرين في خطر إن كانت حياتك لا تهمك فلا تجعل حياة الآخرين في خطر tu conduis trop vite إنك تقود بسرعة ne conduit donc pas si vite إذن لا تقود بسرعة إذن الجملة الإخبارية tu conduis trop vite الجملة الأمرية ne conduis donc pas si vite إذن سأعيد الجملة التي قمت بتركيبها levez-vous monsieur Karim asseyez-vous madame Nancy restez assis monsieur Karim prenez votre temps attendez un moment Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas. Pas autant. Tu travailles trop, ne travaille donc pas autant. Tu conduis trop vite, ne conduis pas si vite. يعني في هذا الدرس تعلمنا كيف نضع الجملة الإخبارية وكيف نعطي أوامر مثلا. وأطلب منكم مشاهدين الكرام من يدخن فليحاول أن يتوقف عن التدخين ومن يقود بسرعة أرجوك لا تعرض حياة الآخرين في خطر. فلتحاول أن تطبق قانون السير وشكرا لكم وأطلب منكم مشاهدين الكرام أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر وأيضا يمكنكم مشاهدين الكرام مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق وأيضا يمكنكم الضغط على la langue française وبلاي ليست وقوائم وسجد جميع فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية أو الضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى أو الضغط على القوائم التي تظهر أمامك الآن وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم